جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما نصيحة الشيخ صالح للإخوة الذين يتهاونون بشأن صلاة الاستسقاء؟ الذين يتهاونون بشأن صلاة الاستسقاء يفوتهم خير كثير، وأيضا هذا يدل على أنهم لا يهتمون بأحوال إخوانهم المسلمين المحتاجين، ولا يهتمون بما يصيب البهائم، ما يصيب الزروع، ما يصيب الآبار من قلة المياه. هو يعني غافل عن هذه الأمور، وربما يغلب عليه الكسل لينام ويترك الاستسقاء. سنة مؤكدة، آكد التطوع كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، هذه آكد صلوات التطوع. فصلاة الاستسقاء تأتي بالدرجة الثانية في الآكدية بعد صلاة الكسوف. نعم.